حاسم دخل فريق يوسفية برشيد بعد أن أظهر نيته الجامحة في التنافس على تأشيرة الصعود، رغبة لخصها عناصر الفريق في الشطر الثاني بالفوز خصوصا داخل الميدان. التضارب بين الفريقين، الأول يبحث عن الصعود والثاني يبحث عن انتصارات ربما تنقذهم من مخالب السقوط لقسم الهوات. وفور دخول الفريقين إلى أرضية الميدان كانت الأهداف مختلفة، لكن الطموح واحد، هو ضمان بالطبع النقاط. الجمعية كانت المبادرة بجس نبض الفريق المستقبل. في الجهة الأخرى، لعب الرشاد سابقا أمين الشهب تسديدته فوق مرمى الحارس أيوب العسري، بعدها تمرير على المقاص من وهال عماد إلى زميلي جمال أبو المغارة، لكن الأخير لم يكن الحظ بجانبه. وفي ظل هجمات ممثل برشيدة سيفاجئهم الزوار بهدف حمل توقيع مهدي العشير، هدف حرك عناصر سلا لمضاعفة الغلة لكن دون جديد، لينتهي الشوط الأول بعيون مدرب ربما أتى للملعب البلدي ببرشيدة لقضاء مآربه الخاصة. نتيجة المباراة ستتغير مع بداية الجولة الثانية عندما سيحتسب الحكم محمد يارا ضربة جزاء لليوسفية، ويونس فقهاوي يرجح كفة فريقه. فرحة لم تدم بعد تلقي اللاعب عبد النبي عرعار الورقة الصفراء الثانية. نقص عددي لم يمنع يوسفية برشيد من مواصلة الضغط، آخره عن طريق اللاعب مراد حيبور. بعدها سيعود الحكم محمد يارا ليقر بمشروعية ضربة جزاء ثانية لصالح يوسفية برشيد، والإعادة توضح كل شيء. من جديد يونس فقهاوي في التنفيذ والهدف الثاني، قرار لم يستصغه طاقم الجمعية فكان الاحتجاج هو سيد الموقف. الشوط الثاني تتفاجئوا بضربة جزاء اللي أنا خيالية، نجي نعتبره بأن عام فولونتير اللي أنا غير متعمدة، هدا لهم ضربة جزاء الثانية اللي خيالية. خاصنا نفتحوا واحد التحقيق في هذا الشيء اللي تيوقع، لأن من العار والكرة المغربية مع مرات تزيد القدام لا بقينا تبقينا في هذا الشكل. بعد ذلك سيتلقى الفريق الزائر ضربة أخرى بعد طرد الحارس أيوب العسري، لتعود المباراة إلى طبيعتها دون تسجيل الجديد. كنشكر بعدا جميع الدراري اللي ما طيحوش لي يديهم حتى نهاية المقابلة، وتمكننا من العودة في المقابلة وانتصرنا، والتعثر ديال الفريق الخميسات والنادي المكناسي غادي يزيدنا حماس وحماس باش نصعدوا ان شاء الله القسم الاول. هو الفوز الرابع عشر ليوسفية برشيد الذي بات يكشف نواياه في تحقيق حلم راوغ جمهور لدحريز، فيما خسارة الجمعية السلوية قد تدفع بالمسؤولين الى انقاذ فريق لازمته لغة الاخفاقات هذا الموسم.